مثلا انه يحضر حق. انه يحضر انه يحضر شفيق الجريه معك في الندوه الصحفيه اللي تجهز فيها المؤتمر محقة. هذا يعني انك صديق للرؤوس الاموال. انا صديق الرؤوس الاموال المشبوهه. تو هذا تو هذا كلام، هذا كلام يا سيد نوفل يا ودي، علاش تجيب في العراك لنفسك انت؟ خليك صحفي يا راجل، خليك محايد. شو مشبوه اموال مشبوه؟ هو شوف في العلم، في العلم اموال مشبوهه مول لك المشروع نتاعك، ولكن يبدو انه اسمعني يا اخوي، يمول فيك يا اسمعني، مولني ومستعد وندافع عليه شفيق جريه ابني، وانا اللي ساعدته يعمل فلوس. شفيق جريه من 2008 انا نقول له خرج فلوسك برا، كان عندك فلوس وعمل مشاريع برا وتوسع، راهو بن علي سقط وهو يعرف ولا زال يكررها ولا زال يقولها، وعمل بذلك وعمل بذلك وبنصيحتي ووجد ماله. في بالي رجال الاعمال يصنعوا الصحفيين، مش صحفيين يصنعوا رجال الاعمال. الصحافه تصنع رجال الاعمال ورجال الاعمال يصنعوا الصحافه. وخليك من سؤال لثقافه العامه، خليني ثقافه العامه، ارجوك سؤال لثقافه العامه ثم جاوبني. سؤال لثقافه العامه ارجوك. ليه رجل الاعمال شيطان عندك انت؟ لا لا لا، رجل قلت اول مره رجل الاعمال يصنع اعلام. بالله النهضه، بالله النهضه في اوروبا من بناها؟ ها بنوها الشيوخ، بنوها الكهنه، بنوها رجال الاعمال، فهمت؟ بالله النهضه في مصر والسينما في مصر والاعلام في مصر وفي لبنان مين صنعوا؟ صنعوا الكهنه واصحاب الاحزاب. ها التلفزيونات اللي في لبنان ولا الصحف والنهضه في تونس شكون بناها؟ ولا في فرنسا بربك شكون صانع الاعلام؟ قل لي صنعت الكنيسه مش رجال اعمال؟ شركه شفيق جريه حضر ولا ما حضرش دخلك فيه؟ يحضر، حضر 20 رجل اعمال